العراق باتفاقية مع شركة فايزر، بالإضافة إلى قيام الهيئة الوطنية للأدوية ومستلزمات الطبية بإقرار ثلاث لقاحات، اللي هو لقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر وكذلك سينوفارم. وهذه اللقاحات الآن أعلنتها الشركة العامة لتسويق الأدوية ومستلزمات الطبية، وتم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا لتوفير 2 مليون لقاح. حقيقة هناك جهد حكومي متواصل بإشراف دولة رئيس الوزراء، وأيضا تم تكليف معالي وزير الخارجية ووزير الصحة بالتواصل مع سفراء العراق في الدول المنتجة لهذا اللقاح، بالإضافة إلى الدول المصنعة وسفراء الدول المصنعة الموجودين في العراق، تواصل مستمر، وهناك إن شاء الله نتائج قريبة نحصل عليها. كذلك اليوم خصص مجلس الوزراء مبلغ 100 مليون دولار لتوفير اللقاحات ولتكملة الاحتياج الفعلي لهذه اللقاحات.